السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. دائما كنتمنى أنكم تكونوا كتستافدوا من الدروس اللي كنحطوا لكم باش كنبسطوا لكم دروس ببساطة وسهولة وبيداغوجية سهلة كتمكن التلاميذ والتلميذات الأطفال الصغار ديالنا يفهموا الدروس ديالنا. فما عليكم إلا أن كنطلب الاشتراك في القناة ديالنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا ودعمنا بلايك. أتلفظ هنا القراءة حرف السين كما قلنا الأسبوع السابع. أتلفظ كما داير هنا بالصوت. أتلفظ شنو هادو؟ ما سا سين مع الألف المد كتعتبر مقطع واحد. ما سا مي مي المد بالياء مي مقطع واحد. مي رن ما سا مي رن ما سا مي رن أربعة مقاطع. ما سا مي رن هنا شنو هذا؟ سو قن جوج مقاطع السين مع المد بالواو يعتبر مقطع واحد. سو قن هنا شنو هذه؟ المسيرة الخضراء كما كتعقل عليها. ها ما سي سين مع الياء المد بالياء يعتبر مقطع واحد. سي سي را تن ما سيرة ما سيرة أربعة مقاطع هنا سين المد بالألف. نمد السبابة بالذراع إلى الأعلى هكذا ونقول سا سا. سين مع المد بالواو نمد السبابة إلى الأمام بالذراع هكذا ونقول سو سو. سين بالمد بالياء نمد السبابة بالذراع ديالها كذلك إلى الأسفل ونقول سي سي. ثانيا أقرأ سا سو سي سي سارة سور برسيمون سمارة سامي بابا بمس بمي بمسمار مشي مسمارا بمس بمس بماء عفوا بمسمار بما بما ساميرة بما بما ساميرة سمارة سامي بابا بما ساميرة. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية هي الصفحة 36. شوفوا شنو اللي فيها. مجال المدرسة. أتلفظ هنا عندنا هذا الجرس المد تنوين بالفتحتين تنوين بالضمتين تنوين بالكسرتين هذا جرس. إذا نقولوا جا جا را جا مقطع را مقطع سن مقطع جا را سن جا را سن تنوين بالضمتين جا را سن جا مقطع را مقطع سن مقطع عفوا جا را سين جا را سين جا مقطع را مقطع سين مقطع جا را سين سين. التنوين بالفتحتين نمد السبابتين إلى الأعلى ونقول سن سن سن. تنوين بالضمتين نمد السبابتين معا إلى الأمام ونقول سن سن سن. تنوين بالكسرتين نمد السبابتين إلى الأسفل ونقول معا نقول سن سن سن. جيد أقرأ السين سا سو سي بالفتحة سا بالضمة سو بالكسرة سي بالمد بالألف سا بالمد بالواو سو بالمد بالياء سي بالمد بالياء في آخر كلمة سي بالتنوين بالفتحتين التنوين سن بضمتين التنوين سن بكسرتي التنوين سن.
سيري، راس، سوس، دار، بسيم، دربي، سابي، دار، دار، بسيم، بدربي، سامي. ثالثا، احدد مقاطع بسباس. بسبس المقاطع ديالو هي بس، بس السين بالسكون هنا، ب والسين بالسكون تعتبر مقطع واحد. بس، 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 با، با. اذا كاينه المد بالالف، بس با، سو، 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 سن، 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 بس با، سن، 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 بس با، سن. جيد، هنا اخطط ثم انقل، اخطط ثم انقل. هنا الكتابه، النقل، س، اكتبوها. كتابة ضرورية، تعوضوا الكتابة دائما، حطوا القلم ديالكم فوق هذاك الشيء اللي مرسوم عندكم. هنا سي وسط الكلمة والكسرة كتكون لتحت. هنا، هنا سو، المد بالواو، سو، الواو هنا كيكون ما بين فوق السطر وتحت السطر. هنا سا، مد بالألف، وصلت لهنا. هنا سي، خص هنا سي، ضروري مد لهنا السي، درجة سي ناقصة سي، هكذا هنا سي كذلك بالياء. هنا سا، حاولوا نكتبوا بهذا. سو كذلك، بالضمه سو، ثم سي بالكسره، كسره لتحت. هنا هنا المد بالسين، المد بالالف، ألف إلى هنا، مد بالواو هكذا، الواو حدو هنا، سو، هنا سي، سي مد بال الياء. جيد، الكتابة التفاعلية، أخطط، ألون الكتاب والقلم، لو الكتاب والقلم. إذا الكتاب فهنا هو، هذا هو كتاب، هذا كتاب. هذه شنو هي؟ مدرسة، لا مدرسة، لا قلم، نعم كتاب وقلم، قلم. إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.